قالت وزارة التموين إن عدد المعارض الرئيسية لمبادرة أهلا رمضان بالمحافظات تجاوزت 100، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية. أحدث جولات كاميرا أخبار مصر في القليوبية أعدت لنا التقرير التالي. 100 معرض الرئيس تم افتتاحهم بالمحافظات إضافة إلى الشوادر والمجمعات الاستهلاكية وركن أهلا رمضان بالسلاسل التجارية. فكل يوم بمعارض أهلا رمضان يدخل رقم جديد للقلعة الرمضانية للمواطنين وبنفس التخفيضات في المعارض التي ملأت الشوارع بمصر. الحمد لله لقينا العارضين منتظمين وحركة العمل مستمرة من الصباح الباكر. هنا الزيت الواحد لتر ب 75 جنيه وطارح الطحين ب 45 جنيه، الرز من اول 28 جنيه وبيوصل ل 30، وفي عريض الحبه ورفيع الحبه. وهنا معرض مستمر من يوم 17/2 لما فتحناه مع معالي الوزير ومعالي المحافظ لحد ان شاء الله طوال شهر رمضان، وثلاث معارض على الاقل في المحافظه و100 معرض على مستوى الجمهوريه، وتخفيضات من 15% ل 30%. في كل محافظه انشئت معارض سلاس اساسيه اضافه الى الشوادر والمجمعات الاستهلاكيه والسعرات المتنقلة أيضا. فتحنا ثلاث معارض ومخطط للمحافظة بأمر الله من 8 ل 12 معرض بخلاف الشوادر ومنافذ جمعيتي والمنافذ الثابتة والمتنقلة لأمان وتحيا مصر، بخلاف أيضا السلاسل التجارية المشاركة في معارض أهل رمضان. تخفيضاته بالمعارض تصل إلى 30%، بل تزيد في الأرز والمكرونة والزيت وغيرها من السلع الأخرى. عندي الرز بيبدا من 28 و30 و32، وعندي زيت بيبدا من 45 لحد اللتر عام 75. عندي السكر ب 27 جنيه بره مش اقل من 50 جنيه بالكيلو، والرز عندي ب 30 بره ب 37 و38، والزيوت بتبدا عندي من 45 جنيه. عندنا السكر متوفر كله شغال بنوزع، عندنا مكرونات، عندنا رز متوفر برضك شغالين فيه، وعندنا الكيلو كيلو في 3 واحد رز معانا، وكل حاجه تمام وكل مظبوط. ولذلك جعل من تلك المعارض طريقا للمواطن خاصة بعد زيادة التخفيضات بتلك المعارض. جيت لتر السكر في الصيف بتاع أهلا رمضان غفر ب 27 جنيه، الرز هنا ب 30 جنيه بره ب 34 و35، السكر ب 50 بره هنا ب 27 جنيه، كل حاجة متوفرة. السكر ب 27، إزازة الزيت زي ما أنت عايز، بتبتدي من أول 75 لغاية 90 لغاية 45 لغاية 300، جميلة. كل حاجة زي الفل يا حبيبي، واللحمة جوه ب 200 وب 320 حلوة زي الفل. مع إطلالة كل صباح تزيد أعداد المعارض الرمضانية وتزيد معها التخفيضات أيضا التي جاءت مكسبا للمواطن بحسب خبراء. رمضان شحاتة، التلفزيون المصرية.